السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مظاهرتنا اليوم لأنه حقيقة الكثير من الأخوة أعضاء البرلمان العراقي يقولون أكو حراك قوي جدا بخصوص زيادة رواتب المتقاعدين وطلبات المتقاعدين، لكن للأسف الشديد ما شفنا شيء ملموس بالواقع حقيقة كشيء رسمي على قناة فضائية معتبرة أو على كتاب رسمي، لا هي التقاعد أو اجتماع رسمي، ما صار أي شيء لحد الآن. لذلك قررت نقابة المتقاعدين العراقيين والجروبات المرتبطة معها المتفقة معها بالخروج بمظاهرة أمام بوابة البرلمان العراقي، ومن عندها راح نروح مسيرة راجلة إلى بوابة رئاسة الوزراء لعله ينظر أن الأخوة في الحكومة العراقية، الأخوة في البرلمان العراقي ممثلين الشعب، وإحنا كنا نتمنى حقيقة وطلبنا من عندهم بما أنه هم ممثلين للشعب العراقي أن يحضرون ويانا هذه المظاهرة، لأنه أنا حقيقة لما انتخبت عضو البرلمان العراقي أن ينفذ طلباتي، أن يساندني بكل مصائبي، وهي أكبر مصيبة بالنسبة للمتقاعدين وهي رواتبهم الضئيلة جدا اللي خدم البلد 40 سنة ويطلع براتب تقاعدي 400 و500 ألف دينار اللي ما تكفي 10 أيام ما تكفي. وتعرفون أنتم المتقاعد العراقي حقيقة يعاني من أمراض مزمنة، عنده أولاد بالجامعات، عنده عائلته، عنده الكهرباء، عنده الإنترنت، عنده الماء، عنده الأجار، قسم الكثير من أخوتنا المتقاعدين ما عندهم حتى بيوت يسكنون بها، فشلون راح تسوي يعني هاي 500 ألف دينار؟ فمن هذا المكان الناشد السيد رئيس الوزراء، الناشد الحكومة العراقية، الناشد رئيس البرلمان العراقي، الناشد أعضاء البرلمان العراقي الممثلين الشعب العراقي أن ينظرون لهذه الشريحة المظلومة، الشريحة حقيقة دمرت شريحة المتقاعدين، أن يعني ينظروننا بالقرارات اللي راح تصدر عن طريق البرلمان العراقي عن طريق رئاسة الوزراء ويضمنون طلباتنا وزيادتنا ضمن الموازنة الحالية. كل اللي يريده أنه يصدر بينا قانون أو قرار ويدرج ضمن الموازنة لهذه السنة. وتحياتي وشكري لكم. شكرا جزيلا. الله يخليك. روح للنسوان شوف نطلب تفضل حجي. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو من رئيس الوزراء أن ينصف شريحة أبهاته. ما نقول إحنا أبهاته، إحنا صاحبين الشيبة البيضاء. ترى تدين هواي والله العظيم يا سيد رئيس الوزراء، رواتبنا بعد ما تسوي لها فلسيا بالهذا، يعني أغلبيتنا المشتكل إلا قمنا ننام بدون أكل. زين أكو أبوك ينام بدون أكل، لا يتغدى ولا يتعشى. زين راتبه 500 ألف، أول ما يدفع ماي يدفع كهرباء، عنده أطفال بالمدارس، عنده كليات، زين وين تكفي له؟ بس أنت هسه أعطيك 500 وتصرف لي بيها شهر، شلون راح تفصل ياها يا سيد رئيس الوزراء؟ ونرجو منك يا سيد الرئيس أن نشوف أباتك الشايبة البيضاء، ونرجو من البرلمان أن يقر مشاريع أخوته المتقاعدين من الجيش السابق والمدنيين المظلومين. الناس انظلمت، طلعتوا الناس على التقاعد على الموالي 60، زين ذولا مطلوبين سلب، مطلوبين ماخذ 100 راتب، زين شلون راح يعيش جهاله اطفاله، شلون راح يعيش ابناء؟ نرجو منكم ان تعدلون سلم الرواتب لكافه المتقاعدين العسكري والمدني، ونرجو انصاف شريحة العسكريين اللي طلعوا من 2003 لحد 2010 هم عايشين على دفعات الطوارئ، وهذا ما نترجوه منكم، ونشكركم جزيل الشكر.